السلام عليكم، اهلا بيكم فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل اعاده تدوير لازايز البيبس موجوده في كل بيت، هنعمل منها فكره حلوه جدا. تابعوا الفيديو للنهايه وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. اول حاجه هبتدي اشيل كده الاستيكر اللي على الازازه، ايا كانت بقى ازايز بيبس او عصير، هشيل كده الجزء ده حتى لو ملونه، من شرط يعني الازايز البيضه دي، وهاخد كده مقاس اللي انا عايزاه وهبتدي اشيل. هفصل كده الجزء ده بالقطر وبعد كده هكمل بالمقص لحد ما اساوي الجزء اللي انا عايزاه خلاص، وهكمل بقى الزيادات دي اللي موجوده عندي هشيلها بالمقص عادي جدا. هي مش بتعور ولا حاجه، فمش مستاهله حتى ان احنا نحطها على مكان. هستخدم اربع ازايز من البيبس وهبتدي استخدم هنا الاستيكر في تغليف الشكل او بتاع الازازه او الجزء اللي انا قصيته. انا هنا هستخدم الاستيكر اللي هو ظهره فيه لزق، اشكاله حلوه جدا وبيبقى موجود في محلات الادوات المنزليه، المتر منه ب6 جنيه، في اشكال كتير جدا منه تقدري تستبدليه بالقماش. انا هستخدم هنا الاستيكر، مش هشيل الظهر بتاعه، انا هلزقه كده على الازازه زي ما هو، لان لما بتشيلي الظهر بتاعه بيبقى صعب جدا انت تثبتيه واللزق نفسه ما بيبقاش مظبوط. هبتدي كده الاضمن عشان الازاز دي خفيفه، هحط الشمع على الورقه نفسها وبعد كده هثبته على الازازه. مش هنحطه، بس هو عشان مسدس الشمع كان هنا معايا مش سخن قوي فاستخدمته عادي على الازازه مباشره، بس انتي اعملي الشمع على الستيكر نفسه او على الورق. تمام كده، ممكن نستخدم اي نوع قماش. انا قصيت كده الورقه من الناحيتين اكبر شويه، هبتدي اعمل زي شرط كده من الجنبين وهبتدي اثبتهم على الاجزاء التانية اللي باينه معايا في الازازه خلاص. يعني هزود حوالي 3 سنتي وهحط شمع كده من جوه وهثبتهم على الازازة نفسها. لو تلاحظوا انا حطيت هنا الشمع على الورق نفسه عشان مسدس الشمع سخن معايا جدا فكان هيسيح معايا الازازة، فخلي بالك من النقطة دي عشان بس ما نبوظش الازايز. احنا هنستخدمها استخدام حلو جدا هيفيدك جدا في البيت خلاص. هبتدي كده اثبت الجزء دوت الزياده، هثبته على الازازه من جوه. بنعمل الشورت دي عشان ما يكلكعش، يكون شكل الازازه نفسه مظبوط او الشكل بتاع اللي احنا عاملينه على الازازه نفسه من بره يكون مظبوط معايا. هعمل برضو في الجزء بتاع الازازه من تحت، هعمل فيه شورت زي اللي عملناه من فوق وهبتدي اثبت كده جزء جزء منها بالشكل ده. ممكن تستخدمي السباي، ممكن تستخدمي اي حاجه للتزيين متاحه بالنسبه لك وتكون سهله، مش شرط اللي احنا مستخدمينه. اي بواقي قماش برضه ممكن تستخدميها في الفكره دي هتبقى حلوه، بس هو الاستيكر لونه حلو جدا وهيمشي في الفكره اللي احنا هنعملها النهارده زي ما هنشوف كده مع بعض في اخر الفيديو. هبتدي كده اثبت كل الاجزاء دي برضه عشان يبقى شكل الازازه من تحت معايا باين ويبقى شكله حلو. هكملها بقى كده كلها بنفس الشكل، وطبعا هعمل باقي الاجزاء بتاعه الازاز اللي عندي. احنا عملنا 3 كمان غير دي، هنستخدم 4 وهنعرف دلوقتي ليه استخدمنا 4 ازايز. هجيب كده شماعة، الشماعة دي كاملة سليمة مش مكسورة ولا فيها اي حاجة. هجيب كده جزء من الاستيكر اللي انا استخدمته على الازايز بتاعة البيبس وهبتدي اثبت كده على الجنب ده شريط كده صغير خالص من الاستيكر ده، مش هياخد جزء كبير، مش عايزة اغلف الشماعة كلها، لا عايزة اغلف بس جزء منها بسيط. هبتدي كده اثبته بالشمع زي ما هو. هثبته كده على الجزء ده والزيادات هبتدي اشيلها. فكرة التزيين ترجع لك انتي، تقدري تزيني بالحاجة اللي تحبيها، اي حاجة متاحة بالنسبة لك وتكون سهلة وتكوني شايفاها شكلها حلو تمام اعملي بيها مفيش مشكلة. يعني انا مش بلزمكم، بحاول برضو اديكوا افكار كثيرة تقدري تستخدميها وتعملي بيها الفكرة اللي احنا هنعملها النهاردة. الفكرة حلوة جدا 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 يعني فوق ما تتخيلوا، وفعلا نفعتني كتير.
هبتدي كده اجيب طبعا الازازة، وهعمل زي فتحة كده في الازازة، فتحة بس تكون واسعة شوية. تمام، هعملها بالمقص. خلي بالك برضو انا عايزة الفتحة دي تكون بس ايه يعني، ولا ان هي واسعة قوي ولا ان هي تكون ضيقة. خلاص، فهبتدي اوسعها كده واحدة واحدة بالمقص. تمام، هبتدي استخدم ده افيس موجود في محلات الكهرباء اللي هي الادوات الكهربية، تقدري تجيبي منه اكتر من واحدة، على فكرة حلو جدا واستخداماته كتيرة، هنشتغل بيه كتير جدا مع بعض الفترة الجاية. ممكن البديل بتاعه في الفكرة بتاعت النهاردة ان احنا نستخدم اي خيط كده يكون سميك زي خيط الخيط بتاع المكرمية. تمام، هبتدي كده استخدم الافيس، عديته من الازازة وبعد كده عديته من الجزء بتاع الشماعة من تحت، وهشد بقى بالشكل ده، هشد جامد جدا، هيبتدي يثبت معايا. تمام، بالشكل ده انا هستخدمه في ان انا هثبت الازايز او الاجزاء دي كلها معايا في الشماعة. هعدي كده الافيز وبعد كده هروح معدياه من الشماعة نفسها، وهشده كويس جدا على الاخر خالص. كده انا حطيت الاربع ازايز بالشكل ده، وهشد بقى الافيز على اخره عشان ما يتحركش معايا الازازة نفسها ما تتحركش. تمام، هبتدي بقى اشيل كل الزيادات اللي انا مش عايزاها. تمام، ممكن تستخدمي اي خيط يكون سميك شوية بدل الافيز لو مش لاقيه. برضو انا كده بضيقها على الاخر عشان ما تتحركش، هي بتثبت جدا بمجرد ان تقفليها كويس بتبقى ثابته معاكي. وبعد كده بنشيل كل الزيادات اللي احنا مش عايزينها. كده شلت كل الزيادات اللي موجودة عندي في الافيز. تمام، بقت ثابتة جدا ومتينة ومش بتتحرك، حتى هي في مكانها، ولا هتروح شمال ولا يمين ولا هتتحرك من مكانها، ثابتة جدا. هبتدي بقى استخدم اي دانتيل، اي شكل متاح بالنسبة لك تقدري تستخدميه، بس انا هحطه كده يكسر معايا اللون بتاع الستيكر، وهبتدي اثبته بالشمع على الجزء اللي من فوق بس. الدانتيل اللي موجود في محلات الخردوات الخيوط اللي بيبيعوا الخيوط، يعني السعر بتاعه بسيط جدا، في حاجات بتبدأ من نص جنيه، تقدري تجيبي منها اشكال كتيرة تنفع معاكي في تزيين لو انتي غاوية الاعمال اليدوية وبتحبي تعملي اعادة تدوير الحاجات عندك. في حاجات عندهم بتبقى جميلة جدا، تقدري تجيبي الحاجة اللي تبقى مناسبة بالنسبة لك وتبدأي تشتغلي بيها. خلاص، هبتدي اثبته كده بمسدس الشمع من فوق، مش هزود كتير لان الستيكر نفسه مليان ورد كتير، انا حطيت بس الدانتيل ده يبان معانا وكمان يكسر الالوان بتاعة الورد اللي موجودة في الستيكر. هكملها كده كلها بنفس الشكل، والاجزاء الزوايا اللي من جوه دي برضو هحط فيها من الدانتيل. وعملت فيونكة من نفس الدانتيل اللي انا استخدمته في التزيين، وهبتدي اثبتها كده على الجزء اللي فوق بتاع الشماعة بالشكل ده. اي حاجة بس تكسر معايا اللون، انا ما رضيتش اغطي الشماعة كلها. لو حابة تعملي الفكرة دي، انا حاسة ان هو التزيين كده يعني لطيف، مش زيادة قوي، يعني كفاية جدا الشغل اللي احنا عاملينه. تحطيها بقى في اي مكان تقدري تستخدميها، هقول لكم استخداماتها كتير جدا دلوقتي. فكرة الشماعة هنا ان انت تقدري تعلقيها في اي حتة في البيت وما تاخدش مثلا اي مساحة. انا هستخدمها عندي استخدام تاني، بس برضو تقدري تحطيها في المطبخ وتحطي فيها المعالق والشوك والسكاكين، وطبعا هتتعلق بالشكل ده. انا هنا حطيتها في الدولاب، نقدر نحط فيها الطرح، وممكن نحط فيها كمان اللي هي الهدوم الداخلية بتاعت الولاد، حلوة جدا. العلبة نفسها ممكن تكبري حجم بتاعها اكتر من كده، ودي برضو جزء تاني عملت فيه الشرابات الصغيرة بتاعت الولاد. انا كده معلقاها في الدولاب، مش واخدة مساحة نهائي، والعلبة نفسها تاخد اكتر من حاجة، تقدري توظفيها زي ما تحبي. خلاص، وطبعا تقدري تعلقي الشماعات وراها عادي جدا، ممكن تعملي اكتر من واحدة.
اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. سلام عليكم.